هذا سائل من مصر يقول أو سائلة من مصر تقول: هل يجوز لطلبة العلم كتابة تفسير لبعض الآيات أو فوائد مستنبطة منها على هامش المصحف؟ ما رأيت كتب المطبوعة وعليها تفاسير على هامش المصحف؟ تفسير الجلالين مثبت في هامش المصحف، تفسير البيضاوي في هامش المصحف، وغيره وغيره. المهم لا يكتب في هامش المصحف شيئا لا يتفق مع دلالة القرآن الكريم.